السلام عليكم احلى متتبعات نتمنى تكونوا في افضل الاحوال وبصحه جيده في فيديو ديالي على خير وبخير ان شاء الله جيت معكم في هذه الفيديو هذه بالمروزيه محبوبه المغاربه اه بكل كيعرف المروزيه ما فيها بس نشارك معكم الطريقه ديالها بالنسبه للمبتدئات اه يعني حتى الا كاين اللي ما كيعرفش يديرها ممكن يصيبها دابا بطريقه سهله وبالنسبة للمروزة ديالنا كنشرملو مرور اللحم و ممكن تخليوه ساعة كان هو مشرمل أو ساعتين أو من الأحسن من الأفضل بالنسبة ليا يبات لي, لي لكم يلا مشرمل باش هكا غادي يتشرب ديك العطريه ديالنا ويجينا بنين كتر وكتر وما تشبعوش منه مهم غادي نحتاجو ليه اللحم وغادي نحتاجو ليه الزعفران شعره غادي ندوبوه في شويه ديال المطايب وغادي ناخذ معلقه ديال السمن والثومه وبالنسبه للزيت تنجيو نطيبو عاد كنضيفوها وبالنسبه للعطريه غادي نحتاجو لي بزهر والخرقوم وشويه ديال ديال القرفه والعطريه ديال المروزيه والملحه حسب الذوق صافي كناخذوا هاد العطرية ديالنا كامله كنجيوها في البول ديالنا من بعد كنزيدو عليها الثومه الثومه محكوكه ونزيدو عليها معلقه ديال السمن وغادي نزيدو عليها داك الزعفران شهره اللي ذوبناه في كاس ديال الماء سخون صافي ونخلطوا العناصر كامله تتنسجم لينا ونشرملو بها اللحم كناخذوا كل الطرف ديال اللحم كنشرملوه مزيان وكندخلو فيه ديك العطريه بهذه الطريقه هذه باش كيتشرب لينا العطريه مزيان كنكملوا بعض الطريقه تع نكملوا الطريفات ديال اللحم اللي غادي نديروا بهم المروزيه وبالنسبه للكونتيتي راه على حسب عدد افراد العائله يعني راه ما نقول لكش واش كيلو واش 2 كيلو يعني على حساب عدد افراد العائله غادي تديروا اللحم اللي غادي يكفيكم صافي وكيف قلت لكم من الاحسن تشرملوه بالليل وثلاثه الصباح وتنصبوا به هكا كي كتجي فيه مذاق خطير وكيتشرب العطريه مزيان تيجي بنين صافي من بعد ما شرملناه نديروه في في طاسه تكون بالغطايه ديالها ولا ديروا السلوفان ديروا السلوفان وديروه في الثلاجه ويبات ليله كامله في ديك التشرميله ديالو ولا غد ليه عاد تنوجدوه الغدا كيجي خطير نتمنى تجربوها صافي هنايا لا ليه فاش جينا نصبوها درنا بصله بصله اختياريه وزدنا عليها اللحم اللي شرملنا في الليل وبالنسبه للحم راه حنا استعملنا اللحم ديال العنقر ونزيدو ليها القرفه عويدات حتى هي كتعطي مذاق رائع وبالنسبه للزيت ما كنديروهش في التشرميله يعني حتى تنجيو نصبو عاد كنديرو الزيت ونديرو الكوكوت ديالنا فوق البوطه ونخليوه يتقلى مزيان وكنقلبوه في الجوانب بجوج صافي من بعد ما كيتقلى عاد كنزيدو ليه الماء الماء اللي يكفيه في الطياب كيف ما كتشوفوا معايا صافي و كنبقاو نخلطوه بهذا الشكل هذا باش كيتلبس ليا بديك المريقه ديالو و عليه الكوكوط و يطيب ومن بعد ما طاب اللحم كنحلو عليه الكوكوط وكنزيدو ليه الزبيب الزبيب اللي فزقناه من قبل وزدنا شوية ديال الملحة يعني فاش كتذوقوا الا جاكم مسوس كتزيدوا الملحة جاكم هو هذاك صافي ما تزيدولوش الملحة صافي نزيدوا ليه القرفة قرفة مطحونة ونزيدوا لي ليه سنيدة على حسب الذوق يعني كل واحد ودرجة الحلاوة اللي كيبغيها صافي ونخلطوها مزيان ونخليوها كتغلى كتجيب هاد الشكل هذا ما تشبعوش منها صراحة كتجي رائعة في المذاق كتجي بنينة ومعلكة هي جربوها على حسابي ما عاديش تندمو عليها وخلاص كنزيدو ليها اللوز محمر من الفوق حتى هو تيزيد واحد المذاق رائع كيف ما تشوفوا معايا يعني لوز اللي سلقناه نقيناه قليناه صافي كتجي على هذا الشكل هذا ها انتم جات بهذا الشكل هذا ما شهيتكم جات الحيمه طايبه فتيتيه فن والمذاق رائع لا يقاوم نتمنى تجربوها وتردوا لي الخبر وما تنسونيش بالتشجيعات ديالكم ولي لايك وعلاش لا البارطاج مع الناس اللي كتعرفوا وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم وشكرا على حسن المتابعه وبسلام عليكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله بسلامه عليكم